56000 كهرباء. صاحب متجر في مدينة أسوان جنوب مصر ينهار بسبب فاتورة الكهرباء. المواطن تفاجأ بأن المبلغ المطلوب منه خلال 6 أشهر 56000 جنيه، ففقد أعصابه وأخذ يصرخ ويلقي كراتين قارورات المياه وسط الشارع. 56000 كهرباء. الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش؟ مطلع العام الجاري حكومة السيسي أقرت زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنحو 10 إلى 22%. لكن انتم ما تلومنيش أنا، بس أنا ألومكم انتوا كمان معايا. إن المحلات التجارية كلها تغلق الساعة 10 مساء في كل أنحاء الجمهورية. رغم قطع الكهرباء عدة ساعات يوميا لنقص الغاز المولد للطاقة، يتفاجأ المصريون بارتفاع كبير في قيمة الفاتورة. أقطع الكهرباء ولا أغليها؟ هو أنتم يعني مش عايزوننا نحلم لبلدنا إنها تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها إمكانيات لنمو حقيقي؟ مش مطلوب تعيشوا، مش مطلوب تعيشوا كده، خربانة وكده خربان. أنا بكلمكم بجد. الزعيم الانقلابي عبد الفتاح السيسي أوصل مصر إلى حافة الانهيار مدة حكمه السابقة البالغة 9 سنوات، ومع ولايته الجديدة يبدو أن المصريين على موعد مع الضربة القاضية. اللي فات دكم واللي جاي يكوم تاني، اصبروا وستر العجب العجاب في مصر. فيديو المواطن الذي أصابه انهيار عصبي لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أثار ردود فعل واسعة.